الشهادة التقديرية التالية هي شهادة لمجموعة الخويدمات يقدمها لهم السيد علي أمزيل فكاهي. إذا نشكر هذه المجموعة، نشكرها شكر خاص كذلك لأنها أتحفت هذه الدورة. تهنئا لكم. التقديرية التالية هي لرئيس جمعية امدوكال السيد محمد أجكان، يسلمها له السيد أيوب فاعل جمعوي، يسلمها له بالنيابة وهو في نفس الوقت رئيس الجمعية، يسلمها له بالنيابة السيد مفضل. إذا توخى الصورة التذكارية لكاميرامان مختبر التصوير. عصمت نجاكان وكذلك رئيس جمعية المجموعة الفولكلورية. الشهادة التقديرية التالية سيداتي سادتي هي لعمي حيسون، سلمها له السيد عبد الرحمن بالنيابة. الشهادة التقديرية التالية سيداتي سادتي هي شهادة لمجموعة أوركسترا عمر داكر، يسلم له الشهادة السيد محمد أشكال رئيس مجموعة إندوكال. شكرا خاصة يا عبد الرحمن اللي تقدم، شكرا لك وهنيئا لك على هذا النجاح الكبير الذي عرفته هذه فعاليات الدورة الكريمة. أكيد شكرا له على كل جهود التي بذلها في الدوار ولفريقك أيضا الذي دائما يساندك وإدارة المهرجان. الشهادة التقديرية التالية سيداتي سادتي هي للسيد هشام ودان، يسلمها له السيد عربي حميدة. صورة تذكارية مميزة. نعم هنيئا وتصفيقات حارة نشجع. نعم إذا هذا هو الجميل في هذه الأمسية، هو تتويج جميع الفعاليات خلال هذه الدورة. شكرا لكم على تضافر جهودكم لإنجاح النسخة الثالثة من مهرجان لأصحاب الهمم عين حسون. الشهادة التقديرية الأخيرة هي للسيد فيصل بيبيها، يسلمها له السيد مفضل الفات فاعل جمعوي. الشهادة التقديرية التالية والأخيرة سيداتي سادتي هي للتلميذة سارة ديدي، تسلمها لها التلميذة شكري. شكري لبنى تسلم الشهادة التقديرية لزميلتها سارة ديدي، هنيئا لكم. طبعا التلميذة سارة ديدي سترافقكم في الفقرة الختامية وتختتم معكم فقرات الدورة الثالثة من مهرجان عين حسون. هذا المهرجان الذي ولله الحمد لقي نجاحا باهرا وتميزا رائعا. اذا شكرا لاخت على تقديم هذه الشواهد التقديريه. مازلنا معكم اخواني اخواتي الجمهور الكريم مع فقرتين، فقره مع الاوركسترا ثم كلمه ختاميه. اذا نبقى مع الاوركسترا. عاون وزني الزني وسد البيت عليا
شنو شنو هذا شنو ذاتي ذاتي شنو بنتي بني شنو داري داري شنو عاد عادة شنو شنو هذا شنو أنا وبتا شنو جيت غدا شيخ غالا يا ضرب الكيسان شنو تحت الكوسان شنو ذاتي ذاتي يا خويا حسن شنو ضرب الكيسان شنو تحت الكوسان على هذه الفقرة الفنية الموسيقية الرائعة تفيق أسحار الأوركسترا. شكرا جزيلا جمهورنا الكريم. الآن نترككم مع آخر فقرة فعاليات مهرجان عين حسون. الفقرة غادي ترافقنا فيها تلميذة سارة ديدي. بعد هذه الفقرة هناك طلب من طفلة على أنها تريد أغنية صحراوية وبالفعل راس غادي نلبوا لها الطلب ديالها. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والذي عمت نعمه وانصرفت نقمته وتضاعفت كرمه. ضيوفنا الكرام وزوارنا الأعزاء وصلنا إلى نهاية سمرنا ووجب شكركم كما كان الترحيب بكم. كان حضوركم لنا شرفا وعزا وقيمة وفخرا. قدمنا لكم صورة حية عن سخاء ورخاء ومحبة ساكنة دوار الملعب. فكونوا لنا عونا في قطار التنمية التي أنتم عازمون على تحقيقها في ربوع مدينتنا الجميلة. أيها الحاضرون والحاضرات، شكرا لكم على حضوركم، وها قد وصلنا إلى نهاية الحفل. راجين أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يحوز رضاكم واستحسانكم، شاكرين لكم حسن إصغائكم. ولشبابنا أقول يا شباب البلاد أحييتمونا، ولنا فيكم رجاء متين، ولنا في الشباب خير ضمون حققت في الشباب تلك الظنون. أيها الحضور الكريم، إذا وجدتم نقصا أو عيبا فينا فنحن وجدنا فيكم طيبة وسترا. إلى الملتقى في النسخة الرابعة من مهرجان عين حسون. شكرا لكم. إذن فعلا نضرب لكم موعدا خلال الدورة الرابعة إن شاء الله خلال السنة القادمة. إذن نشكر أوركسترا ومع تراثنا الأصيل المتجدر من أعماق التاريخ. وما قدو يتخمو قلو معاك مانا، ما قدو يتخمو قلو معاك مانا. يا مولانا يا امو يا انا يا مولانا، يا مولانا يا امو يا انا يا مولانا. Thank
مولانا يا مولانا يا امو يا لا يا مولانا يا قدو يتخبو كل معاك مولانا يا مولانا يا امو يا مولانا إنها لنسخة ناجحة بكل المقاييس من جميع الجوانب، من جميع التنظيمي، الفرقات الموسيقية المشاركة في هذا الحفل البهيج، وكذلك الضيوف الكرام الذين حضروا وكل المساهمين. لقد أنجحوا هذا الحفل حق نجاح، ونتمنى في النسخة الرابعة إن شاء الله أن تكون أحسن من هذه النسخة، ويكون المشاركة أكثر، وتكون الفعاليات والفقرات متنوعة. ونشكر المقدم ممثل ساكنة أولى الجراب الذي كان هو الدافع والمساهم الرسمي لنا دائما في جميع المهرجانات الفائتة ولا الحالية، ونتمنى أن يستمر هذه النسخ القادمة إن شاء الله. السلام عليكم، كرئيس مجموعة أوركسترا عمر، المجموعة الموسيقية اللي نشطت الحفل ديال العين ولا تجرر، والحمد لله توفقنا في التنشيط ديال هذا الحفل ان شاء الله، والناس كانوا ظريفين مزيانين معنا الله يعمرها دار. تنشكر تي في اجا كان يتمد تنتني عتي لا غير صبر ندي مرحبا صبر نزيد تنتني ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى قال الله ان شاء الله. السلام عليكم، تحياتي لكم اللحبه بين كله ان دكان لح غادي قاول مقر عماس نايت جرار مش كتسرش نسكري يسار حفلة تيفولكين ما قري اسمي دناد الليل صدفنا أحسن ضيافة وأحسن كرم أرك نتشكر بهرة بهرة كل ما غدي سامن كل ما مني قان تيب باسنس يقلنا فوسنس اللي هي نضمن خيرة شارك قيس مجموعة عمر تكير أرنت تيني حتى انت أستي الصبح ربي أستي حفظ ربي أدا سي زايد ربي وفقتي وفق كلهم إدناد أدور انتو تي في أيت ماتن أجاك كانوا لانتني أتني حفظ ربي أتني وفق ربي أدا سني زايد ربي حل عطاء نسن أتني كل وفق ربي يسهل في لون تنمير من تحياتي أكون حفظ ربي. Thank you.